ترأس مساء أمس عميد كلية العلوم والتقنيات الهندسية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد عيسى حسن جمعة أعمال الجلسة التقنية للوفد الزائر المكلفة بالتقنيات الحديثة والأعمال الخيرية والإنسانية والتي تربط بين الجامعتين الماليزية وجامعة الملك فيصل وتقوية العلاقات التشادية بين الشعبين الشقيقين. جرت المناسبة بإحدى قاعات الجامعة بحضور عدد من الأساتذة والطلاب الدارسين في قسم الهندسة. تفاصيل أوفى مع الزميل بحر الدين عبد الشافي الدوت. في إطار العلاقات الودية والمتبادلة والمبادرات الوطنية التي تسعى إليها الحكومة في تطوير وسائل التعليم وتكوين الكوادر البشرية ورفع قدرات خريجي الجامعات والمعاهد العليا، التقى عميد كلية العلوم والتقنيات الهندسية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد عيسى حسن جمعة وطاقم إدارة الكلية، التقوا مع الوفد الزائر إلى البلاد من جامعة ماليزيا. وهذه البعثة مكونة من طلاب وأساتذة الكليات التقنية من مختلف التخصصات وكذا متطوعي في المجال الخيري لتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية. هذا وقد رحب رئيس البعثة الماليزي الحاج زلكفل بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثنيا شكره للحكومة التشادية وإدارة جامعة الملك فيصل على إتاحتهم له هذه الفرصة، مؤكدا حديثه بأنه جاء ليساهم مع إخوانه في فعل الخير، وأن منظمة مسلم الماليزية تقوم ببناء مسجد وملحقاته بإقليم كانم. وخلال المناسبة قدمت صور فوتوغرافية من الإنجازات التي حققتها المنظمة في دول العالم، وهذا مما جعلهم يوسعون نشاطهم في القارة الإفريقية. الوف زار الجامعة لشيئين. الشيء الأول يبني جسر علاقة بين الجامعة وبين الجامعة التكنولوجية الماليزية، كذلك عندهم الجانب الآخر هو الجانب الإنساني، وقاموا بتوزيع بعض المعونات الإنسانية في منطقة كانم، وأرادوا أن يشجعوا الطلاب في العمل التطوعي. فكان في لقائنا هنا حديث أكاديمي عن الجامعة هناك، الجامعة التكنولوجية الماليزية، كذلك العمل التطوعي القائم بجمعية الرعاية الإسلامية في ماليزيا. وبعد نهاية الحفل قام الوفد الماليزي الزائر إلى البلاد بزيارة تفقدية للفصول والصالات الدراسية لطلاب الكلية الهندسية، حيث وقفوا في جناح المكتبة العلمية وكذا صالة الصيانة وبرمجة الأجهزة الإلكترونية بغية التعرف على الاحتياجات الضرورية لهذا القسم التقني بالجامعة.